يعني يمكن أنا جاي على الطريق عم بسترجع شغلنا برياح الخماسين، شغلنا بالمفتاح بظروف كان كتير صعبة أثناء الأزمة، قدي كان متماسك، قدي محب لهالبلد لهالوطن، يعني من الناس اللي ضل بهالبلد وما ترك. يعني ما أستاذ هشام، يعني الإنسان ما بيتجزأ، المحب بيضل محب. نحن شفناه قديه بيحب شغله وقديه بيحب أعماله، وترك إرث كبير من الأعمال اللي بترسم البسمة على وجوهنا، والأعمال اللي شفناها تراجيديا، والأعمال اللي هي بتحمل فكر. يعني فبدي أقول الله يرحمه ويجعل مسواه الجنة، والعمر الطويل للأستاذ أيمن وللست رشا ولا يزن. بدي عزي الوسط الفني السوري، وبدي عزي عائلة الفنان والمخرج الكبير شيخ الكار هشام شربتجي. هشام شربتجي قامة فنية سورية مهمة، قدم الكثير من الأعمال، له بصمة حقيقية في الدراما السورية من التسعينات حتى يعني قبل وفاته بسنوات. يعني لن ننسى أعماله، ستبقى في ذاكرتنا نحن ذاك الجيل وهذا الجيل والأجيال القادمة، لأنه أعماله ستحفظ في الذاكرة. افتقدنا عزائل عائلته، عزائل الست رشا، عزائل يزن وأولاده
وعزائي للوسط الفني السوري بفقدان هكذا مخرج قدم للدراما السورية الكثير. خبر الوفاة كان مؤلم جدا لكل الوسط الفني بسوريا، لكل حدا عرفه للأستاذ هشام، لكل حدا تعامل معه. الأستاذ هشام مرتبط معنا بذكريات البدايات، بداياتنا كانت معه، بدايات معظم نجوم سوريا، عم نحكي من الثمانينات نحن. هو اللي قدم هاي الكوميديا الراقية اللي زرعت البسمة على وجوه الملايين داخل سوريا وخارج سوريا، فهو واحد فعلا من المؤسسين للدراما السورية. اللي بيعزينا أنه هو رحل عنا جسدا، لكن أثره بالدراما السورية رح يبقى لأجيال وأجيال. كذكريات كتير الحقيقة، يعني أنا ما فيني أذكر كل شيء لأنه عمر، يعني عايشين عمر، وهذا العمر ما فيك تحكي بكلمتين الحقيقة. يعني أنا فعلا هلأ محتارة أني كيف بدي أوصف الأستاذ هشام شربتجي. الحقيقة أنا عمر سنين عشناها مع بعض بأعمال يعني أنا بعتز وبفتخر فيها، أني أنا كان لي الشرف أني شاركت معه بمعظم أعماله إن كانت كوميدية أو تراجيدية. وبيحزني أنه يرحل. طبعا هذا الرحيل ألا مكتوب علينا كلياتنا بالنهاية رح نلتقي معه يعني، بس دائما هيك الأساتذة الكبار العمالقة رحيل مؤلم، منقول أنه يمكن ما يتكرروا لأنه هن مدرسة الحقيقة، وهشام مدرسة. الله يصبر قلبهم. ونحن منقول دائما يعني اللي خلف ما مات أكيد أولاده، المخرجة رشا شربتجي، كان المخرج يزن، كلهم بقول لهم أنه الله يصبر قلبكم، بس هن أكيد هلا حاملين الراية ورح يكملوا الطريق ورح يكملوا، يعني رح يضل ذكرى عالقة بذاكرتنا وبوجداننا.